السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة، دائما بالغرف النوم الجميلة. اليوم جبنا لكم لا شومبر انوازات خوتنا، اللي مخدومة اون بوات، حاجة متحوفة وصغيرة وشابة بزاف بزاف. قبل ما نبدا الشرح تاعها نقول لكم ابوني في لاشين يوتيوب فضلا وليس امرا، هكذا بالشرح لكم كل الجديد خوتنا. لا شومبر انوازات اللي خرجت تحفة ما شاء الله، نبداو على بركة الله نشرحوها لكم خوتنا، وما تنساوش تخلوا لنا الاراء تاعكم في التعليقات. يلا نبداو على بركة الله. بلولي كيما راكم تشوفوا ام 90 ام 60 البدي دوسي راهو كامل اون بوا، لو غون دوسي خاوتنا راهو مخدوم بالكابيتوني خاوتنا، حاجه ما شاء الله اونكادري كامل اون بوالوش. روحوا لي طاب دو نوي خاوتنا، فيهم دو تير وارشاب بشكل خارجي ما شاء الله، منفوده شويه على الارض، قاعده بالخشب، دو تير وار برايا عاديه اوفرتشر فاسيل، حاجه بزاف براتيك. يلا نزيدو نروحو نشوفو لاكوافيس خاوتنا اللي مخدومه في ستيل بزاف بزاف سامب، حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفو فيها تروا تيروار كبار الله يبارك خاوتنا، توجور برايا عاديه خاوتنا شكل خارجي ما شاء الله كيما راكم تشوفو، قاعده بالخشب من الفوق حاجه مانيفيك. شوف الله يبارك قاعده بالخشب، يعني عاده ملي نشوفو لي شوب قاعده بالزجاج، ولكن هذه خليناها كامل اون بوا كيما راكم تشوفو، اوفرتشر فاسيل ما ان شاء الله خوتي. وننتقلوا نزيدوا نشوفوا قطعه اخرى واللي هي لا غاردروب خوتي. في بدايه تاع الفيديو قلت لكم شومبرا تعذير، هاد لا غاردروب فيها 2 متر 20 على 2 متر 20، لا فينيستون فيها ما شاء الله، فيها دو بورت ابانو اون بورت افيك ميروار في السلام كيما راكم تشوفوا، لو تاعها بزاف بزاف شباب. تقسيم داخلي دري سينجل الله يبارك، لا فينيسيون من ورا فيها على الجالي من على الجالي يسرا، كات ايطاجير ايطاجير في الوسط اسباس بوغ لا ترين كيما راكم تشوفوا، لي ايطاجير مغلفين بلا ليمينيوم حاجه الله يبارك، لا ترين كيف كيف خرجت الله يبارك، لا فينيسيون كما تشوفوا فيها على مباشر. نتمنى تكون نالت اعجابكم هاد لاشوم خوتنا اللي راهي دائما تحت اسم النوازات، واللي السعر تاعها 18 مليون و800، مع النقل والتركيب لجميع الولايات. اي واحد حاب يحجز، اي واحد حاب يسترسل، ارقام راهي ظاهره في اسفل الشاشه. انا شو قال نقول لكم، كان معكم الاخ عبد السلام، تلاقوا في فيديو واحد اخر، واخر كلام سلام.